القلعه الاولي هذه دائما تلقى فيها الحبل خشين فوق، اسمها هي الاولي، هي البدايه. ككل موسم صيف يتفقد عمي البشير من بلديه المنصوره غرب برج بارريج المحصوله من ثمار التين الشوكي فرحا مستبشرا لمباشره التسويق لهذه الفاكهه الصيفيه. يطيب ليه لي هو كي يغدا ويطيب يدماغي مع بعضها من السمانه الاولى سمانتين من هالي يولي يقلع على روحك. هو من الفاكهه هو تقدر تقول يعني حاجه كاشتي، لو كان ما تقلعهاش وتقسمها بالموس وباش تجبد الحبه من الداخل ماشي كيما الحاجه اللي معرضه يعني للغبار كيما العنبه كيما الخريف كيما البعويده. وعن سر جوده ونوعيه الهندي ببلديه المنصوره مقارنه بباقي ثمار تراب الولايه يقول عمي البشير: تتفرق على حسب الارض. كاين الارض كيما نقولوا احنا بالعاميه تاعنا الارض اللي مراخسو، كاين الارض اللي مريه. هذا المناطق هنا ارض مريه، ماهيش بلاد فيها الميديتي يعني كيما يقولوا بلا، ماهيش بلاد من نوع رطبه يعني بلاد حرشاء. هي المنصوره هذه بلاد حرشاء، توجيها الشتاء تحملها، واذا ما كانش الشتاء حتى الجفاف تحمل، تقدر تحمل الجفاف هي نحب نقول لمده 3 سنوات 4 سنوات اكثر. وأكد عمي البشير أن أول مشكل يعيق مهمة التسويق هي عملية الجني. اليوم الخدام كان ينحيك، نقولوا احنا الكلاية البارح كان ينحيها لك ب 20,000، اليوم هو يقول لك نحيها ب 30,000، نحيها ب 35,000، نحيها ب 40,000، كاين يقول لك أنا ما نخدمش مرة الشوك تاع واعر. ويعرف هندي المنصورة إقبالا من الولايات المجاورة من المواطنين للاستهلاك أو من التجار لإعادة التسويق. حركة لا بأس بها، مقبولة، والناس راني نقول لك تجي سبيسيال على جال الهندي هذا، جونا بارتو بويرة ألجي بومرداس مسيلة حتى وعندهم ثم، بصح يجوا لهنا تاع المنصورة عنده ميزة خاصة. يحدث هذا في الوقت الذي أعرب فيه بعض من المواطنين عن امتعاضهم من الارتفاع في الأسعار. ومليحة بزاف في البنة في كلش، بصح واش بصح الاسعار راهي بزاف. الهندي يعني هو كاين سنه كاين، بصح المشي مش ماشي مشي لهم مغليين، ها هو راه مشي لنا ب 50,000 100,000 في زوج، جابهم لنا 50 50 ويبيعوا فيه 100 120. فرغم ان فاكهه التين الشوكي تمتد لشهرين على الاكثر طول السنه الفلاحيه الا انها تملك زبائن من نوع خاص.